جاية لمصر ولي شرف لي بحضور مع المصممين الكبار زي المصمم الكبير هاني بحيري، وجايبة معي لباس مغربي وقفتين مغربية، لباس مغربي للست مغربية. القفطان المغربي هو اللبس يعني يلبسوه الجميع في المناسبات الكبيرة، يلبسوه جميع الستات، ويكون على قطعتين والعروسة يعني كل نساء. لمسة عصرية يعني على ديفيرونت كوب، والشغل كله شغل يدوي، والشغل بالأحجار والشغل كله يدوي. عينك على العالم.